ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم داود باشا، بس بالدجاج، ما راح اسوي باللحمة. ممكن تستبدلون الدجاج باللحم. داود باشا تحتاج دجاج او لحم مفروم. انا هنا جايبة صدور الدجاج وراح افرمها بالفرامة بنفسي في البيت، مع بصل وفلفل وفص ثوم وكزبرة وشوي بقدونس. عادة أنا أفضل أني أنا أفرم الدجاج عندي في البيت. ليش؟ لأني أحب أني أغسل الصدور وأنظفها بعدين أفرمها، لكن إذا جبتوها مفرومة جاهزة صعب أنكم تغسلونها. بعد ما أفرم الدجاج والبصل والبقدونس راح أضيف لها بابريكا وفلفل أسود وبهار الدجاج وملح وملعقتين متوسطة دقيق أبيض. بعد ما فرمت الدجاج مع البصل والبقدونس والكزبرة والفلفل والثوم، الحين بحط البهارات وبحط الدقيق وأخلطهم مع بعض. مهم جداً أنكم تخلطون الدجاج المفروم بكل المكونات عشان تأخذ الطعم والنكهة، وإحنا طبعاً ضفنا الدقيق عشان كمان يتماسك معنا. ممكن تستبدلون الدقيق بالبقسماط عشان تتماسك معكم. أنا ممكن كمان حضيف بقسماط لأني حسيت الدقيق مكافي، فبحتاج إلى شيء يمسكها. اللي راح أسويه الحين إني راح أكورها وأدخلها الثلاجة أو الفريزر تتماسك، وكذا يعني إنه ممكن تكون هذه الوصفة تجهيز مسبق اللي ما عندها وقت أو موظفة. البصل مع فلفل بارد، وبعدين بعد ما يذبل البصل راح اضيف للثوم، وبعدين الصلصة والطماطم المطحونة. وبضيف البهارات والملح على الصلصة اللي ضفناها، بعدين راح اضيف الطماطم المطحونة. بخلي الصوص شوي يتسبك قبل لا أضيف له الكفتة المشوية. بعد ما شويت الكفتة وتسبك الصوص عندي، راح أضيف الكفتة للصوص وأخليه على نار هادية يتشرب الطعم. تقريبا من 3 إلى 4 دقائق بالكثير، وأطفي النار ويتقدم مع رز أبيض أو إذا حبيته خبز. وهذه داود باشا خلصت، زينتها بالبقدونس وقدمتها مع رز أبيض. بالعافية.